هم للملائكة؟ السؤال خطأ مزدوج، لأنك أنت أردت تقول كان فقلت مؤمن الملائكة، يعني هذا إقرار للواقع. فالسؤال خطأ لأنه لم يكن يمنى من الملائكة، وهذا وهم شائع عند الناس، يقولون أن إبليس كان طاووس الملائكة، مؤمن الملائكة طاووس الملائكة. الحقيقة أن إبليس كان جنا صالحا يعبد الله مع الملائكة، لكن لما اختبر سقط، لما أمر بالسجود لآدم استعلى واستكبر وقال أسجد من خلقت طينا. لسنا الآن في هذا الصدد، المهم أن هذا وهم شائع، لأن القرآن يقول كان من الجن ففسق عن أمر ربه، كان من الجن الطاهرين ففسق عن أمر ربه، فهو لم يكن يوما ما من الملائكة.